تختلف الفترة هذه إن هي متنوعة في العديد من وسائل الترفيه اللي تقدمها لكافة أفراد الأسرة من الكبار والصغار، وأيضا تتميز بالتخصصات اللي توفرها للفعالية هذه، مثل ما احنا موجودين الحين في فعاليات المرح للجميع، في التركيز على الألعاب الفيديو وعلى عالم الأزياء. فيه العديد من الأهداف، من ضمن الأهداف للفعاليات اللي مثل هذه اللي هي توفير بيئة ترفيهية لسكان أبو ظبي وزوار أبو ظبي في فترة الصيف، بحكم أن الجو في الخارج لا يسمح أن الجمهور يستمتع بالمناطق الترفيهية الخارجية، ولكن احنا بحكم أننا موجودين في مكان مكيف، فبالتالي يعطي فرصة للجمهور أنهم يستخدمون المكان هذا لعملية الترفيه والزيارة ويتعلمون من الأشياء اللي موجودة فيه. هاي الإيفنت أنا برأيي الشخصي أنه أحلى، أنه لو تصير أنه زي every two months أو يعني continuously، مش أنه زي كل سنة وسنة تصير بطولة. هيك أول إشي الشباب يعني بتجمعوا أكتر، بصيروا يعرفوا بعض أكتر، وهاي الهواية عند الشباب يعني إحنا خاصة بأعمارنا، لما تشوف أنه زي في موتيف أو في دافع، أكيد الناس والشباب بتحب أنه تيجي تشترك فيها. أغلبيتهم هون بهاي البطولة عرب، أما في بطولة المليون كان مثل ما حكيت لك جميع أنحاء العالم، بس كمان كان مليان عرب برضو. وآي ثينك أنا برأيي الشخصي بكل صراحة أنه خاصة بلعبة فيفا أنه العرب هم ألعب من الأجانب، فشي طبيعي أنه تلاقي العرب موجودين في كل بطولة فيفا، واحد منهم ياخذ التوب برايز يعني يفوز يكون شامبيون. نحن طبعا مشاركين بالإيفنت، كثير إيفنت حلو مشاركين فيه نحن بعيادة جويل وحتى بمجموعة صالونات جويل. فنحن هون بالليدز زون، شو بتحتاج الكلاينت لبشرتها، للشعرة، للميك اب، لأي شيء بتحتاجه، نحن عم نقدم لها النصائح اللي إن شاء الله بنقدر نفيدها فيها. بنحاول قد ما فينا هون نحن نعطيهم قد ما فينا كمان نصائح إنه كيف يستخدموا أي برودكت حابة تشتريه، إن كان عن طريق الميك اب ولا الشعر ولا أي شيء، بالإضافة للدكتورز اللي عندنا نحن كلهم بالعيادة، إن شاء الله رح يكونوا متواجدين بخمسة شهر. رح يكونوا متواجدين، كمان رح يقدموا نصائح كاملة للبشرة، للبادي، للهير، للليزر، لأي شيء بتحتاجه كمان أي امرأة إن شاء الله.